ختام فقرتنا لليوم عالم الطفولة والتربية وأساليب التعلم الصحيحة، بما أنه نحن هلأ بداية العام الدراسي الجديد، ضمن القاع الصيفية عم تتعدد الأساليب وطرق التعليم. يمكن الوسائل التعبيرية هي أكثر حضور لخلق التفاعل بعد إيصال المعلومة. طبعا بصير في دور على الأهل بالمنزل لتعزيزها التفاعل وترسيخ المعلومة ومتابعتها. هالشي بيسبب تساؤلات عند الأهل عن الطرق الصحيحة لترسيخ المعلومات اللي بياخذها الطفل من المدرسة أو الروضة، وهالشي رح تساعدنا اليوم بإيصاله الأستاذة رهفت سابحجي، استشارية أسرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، يا هلا. يسعد صباحك. يمكن هم كل الاهالي اليوم اللي عم يتابعونا مع بدايه العام الدراسي، ان شاء الله هيك نتمنى التوفيق لكل الطلاب. يمكن نوعا ما جائحه فيروس كورونا ساعدتهم شوي بالالتزام بالمنزل والتدريس المنزلي. خلينا نحكي اليوم قديش فعلا اسس التدريس المنزلي الصحيحه بتاثر، لانه احيانا بيقول لك الولد بيقعد بالمدرسه بيجيني ما كثير حافظ، فالتركيز عليه بالبيت وبتلاقي عبء خصوصا عند الاهالي اني انا اعلم ابني اليوم. كثير من الاهالي بتعاني من هذا الموضوع، وخاصه خلينا نبلش بالسنين الاولى او المرحله الابتدائيه، وخاصه مع المناهج الجديده، لانه المناهج الجديده بتعتمد على الاستنتاج وعلى التفكير وعلى البحث، فهذا الشيء عم يكون عبء على الاهالي. هلا الطالب عم يدرس بالمدرسه، عم ياخذ الدرس بشتى الطرق، لما عم يرجع على البيت فنحن متعودين كاهل انه نحن الولد يمسك ويقعد يحفظ، انه هي الطريقة الوحيدة للدراسة هي الحفظ، انه عيد وكرر واكتب وخلص. هلا الاهل اوقات بتعاني من اطفالها انه هن عم يدرسوا اوقات وعم ياخذوا وقت كثير طويل، لكن النتائج عم تكون غير مرضية ابدا. فشو السبب؟ فكثير بيحاولوا يدوروا على هدول الاسباب. طيب خلينا نحكي الاسباب الاساسية، انه لكل شخص وكل طالب في عنده 8 انواع للذكاءات. في عنا الذكاء البصري والمكاني والذاتي والاجتماعي والحركي والمنطقي الرياضي، فهون بقى كل طالب بيتلقى المعلومة بطريقة معينة، فهو بيخزنها بطريقة معينة، بيعمل معالجتها بمخه بطريقة معينة، بعدين بيعطيها وبيعمل لها الاسترجاع بطريقة كمان معينة حسب هو نوع الذكاء تبعه. طبعا كل العالم عندهم 8 انواع ذكاءات لكن بنسب متفاوته. فاوقات في طلاب بيسمعوا الدرس دغري بيرجعوا حافظينه، في طلاب لا، بتلاقي انه ما عم يفهموا الفكره، راجعين طب يعني ما عم تفهم الانسن بلا، بس يعني في افكار ما فهمتها، وهذا الشيء اللي كثير عم يعاني منه الطلاب نتيجه صحيح. انه المناهج تغيرت، تعتمد على في استنتاج، في فهم معين، تنميه قدرات العقليه تختلف. صحيح. فالاعداد الكبيره بالصف كمان عم تعيق الطرق الحديثه، طرق طيب. ايصال المعلومه. يمكن مزبوط. خلينا نحكي شوي اليوم بما انه عم نحكي على الواقع، في اعداد مو بكيفنا ما نحكي، في اعداد كبيره بالصفوف. صحيح. في بعض الاهمال من بعض الاهالي، ما في متابعه منزليه للطالب. مزبوط. ما كل الاسر فيها تحط اساتذه خاصين للطلاب، في امهات عم تحاول هي تجتهد وتتابع على مواقع التواصل او الانترنت حتى تقدر تفهم طفلها. اليوم خلينا نحكي على الدور المنزلي بعز الظروف اللي نحن عم نعيشها، يعني خلينا نقول انه نكون واقعيين اكثر. الام اليوم كيف فيها تتابع طفلها منزليا وتتعاون مع المدرسه؟ يعني انه ما تخجل الام تقول للانسه انه طفلي ما عم يفهم عليكي. مزبوط. هلا كثير مهم انه الام بالبيت اول شيء تعرف نوع ذكاء طفلها، هي اهم نقطه. لما تبلش تعرف شو نوع الذكاء بتبلش بقى بتعرف شو الادوات اللي لازم تستخدمها. أحيان. شو الطرق، يعني مثلا هلا اوقات كثير في طلاب بياخذوا القواعد لكن لما بيجوا بدهم يطبقوها او يحفظوها ما بتنحفظ معهم نهائيا. طيب شو الاسلوب السهل او السلس لحتى ينحفظ؟ ممكن تحطيه للولد تبدي تحفظيه 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 10 ساعات واخر شيء يطلع ما يفهم، ما له فهمان شيء، ما له متذكر شيء. بكل بساطة بنجيب وراء ملونة، تمام، بطاقات هدول الصغار الملونين بنقصقصهم وبنبلش بنكتب على كل ورقة القاعدة، تمام، إن كان قواعد باللغة العربية أو إن كان قوانين تبعات مثلا رياضيات أو مثلا العلوم الفيزياء حسب المرحلة العمرية، حتى مثلا باللغة الإنجليزية، حتى تركيب الحروف الكذا. فهون لما بنساويهم بهي الطريقة الولد بصير بحس حاله إنه هو عم يلعب
وعم يتعلم سوا. اوقات كثير نحن بدنا نفصل دائما انه اللعب عن التعليم، لا، اللعب والتعليم، لكن اللعب بطريقه ممنهجه وليس بطريقه عشوائيه. فهي ممكن نسميها لعب، لكن هي طريقه تدريس، طريقه تعليم. اوقات كثير طلاب البكالوريا بخليهم يستخدموها، يعني في عندهم كمان كم كبير من المعادلات والقوانين ما بتنحفظ معهم، فوقت بيقول لك بياخذ وقت، بس هي اسهل وابسط من انه لما عم يحفظ وعم يضيع وقته. طيب ممكن نستخدم كثير اسلوب المخططات، اسلوب تبسيط المعلومه وربطها بالحياه. يعني مثلا الام لما بدها تعطي نحكي عن درس علوم تشوف شو في قدامها بالبيت. يعني في مره كان ابني عم ناخذ عن انتقال الحراره بالمعادن، فبالكتاب كاتبين التجربه انه نحن بنجيب سيخ معدني بنحطه على النار وبعد شوي انه بنحس بالحراره. سويناها بالبيت بس لسه ما وصلتوا المعلومه. فاوقات نعملها بطريقه فني، بطريقه مضحكه، فقلت له تعال اقول لك وقف انت هون وحنتخيل انه هون في ثلاث اشخاص او اربع اشخاص بيني وبينها. انا ماسكه مقلايه كثير كثير سخنه ولحق الحشه بدي اياك توصلك، تمام؟ فبس توصلك انت بتزتها، بس تحس حالك انه شعرت بالحراره. فنحن عشنا هيك الجو، فانا بلشت انه يلا يلا ولي ولحشناها، فمسكها قال ولي كثير سخنه، قلت له هيك بتنتقل الحراره بالمعادن بدون ما تتحرك الجزيئات. فبسطناها بطريقه فني، بطريقه سلسه. اوقات كثير مثلا ممكن نلعب على البلاطات تبع البيت، نجمع نطرح، اوقات جدول الضرب في عده طرق مثلا غير الضرب. في عده طرق في التعليم غير الضرب، اهم جدول الضرب، طريقه كمان الاصابع، طريقه كثير سلسه. بس يمكن في كثير من الاهالي عم يتابعوكي نوعا ما، هي البال الطويل، الوقت، لانه اغلب الامهات عاملات نوعا ما بتقول لك انا ما عندي هذا الوقت الطويل. بس يمكن اشرتي لنقطه لاقدر انا استثمر الوقت بطريقه صحيحه، هي انا اعرف مفاتيح ابني. تمام. لانه ذكاء الاطفال وقدره الطفل تختلف من طفل لاخر. حرام اساسا نقارن اي طفل بطفل اخر. في عالم عنده ذاكره بصريه، في عالم عنده ذاكره حفظيه، في عالم عنده انا متى ما عرفت هدول نوعا ما حتى الفتره الزمنيه فيني انا احددها واعرف في كيف فيني اتعامل مع الطفل. لذلك اوقات كثير بنساوي دورات للاهالي كيف الدراسه الفعاله للابناء، كيف تدرسي اولادك، شو هن الطرق لكل ماده، شو الافكار يلي ممكن نعطيهم اياها لحتى تساعدهم. اوقات طريقه رسم المخططات كمان كيف مثلا بتساعده وبتعلمه هذا الشيء. متى ما تعلم مثلا كيف يرسم مخططات، خرائط، مفاهيم، هذا الشيء كثير بيساعده حتى ليوصل للجامعه. فكل ما عودنا الولد وعلمته، هلا انت بتقولي انه هذا بياخذ منه جهد، لكن هو افضل من انه بدها تضل تتخانق هي وياه. صحيح. لانه قديش هي بتعصب، حتى بتعزز العلاقه بين الام والطفله. صحيح صحيح، لانه حتعصب ويطلع خلقه وتتخانق هي وياه وتنتزع العلاقه، واخر شيء تقول له بلا هالدراسه خلصونا بقى. فلا، خلونا نكون عن جد نعمل شيء مختلف، انه اذا ضلينا بنفس الطريقه فحنحصل على نفس النتيجه. وهذا الشيء اللي كثير من الاهالي دائما بيجوا لعندي انه بنتي عم درسها واوقات حتى عم جيب لها اساتذه او انسات، ولكن ما عم تحصل على النتيجه، وبالمدرسه ما عم يكون اوقات في تعاون. هلا الاهل هون بقى دائما بدهم يشتغلوا بشكل مكثف، بشكل اضافي، يعني بده يعرف وين نقاط الضعف تبع ابنه، وين نقاط القوه. نقاط القوه بدنا نعززها، نقاط الضعف بدنا نعرف ننكشها ونبلش نشتغل عليها. لما نشتغل بفتره من العمر الصغير بنحسن. اما مثلا جاني مره طفل بصف الخامس طلع عنده صعوبات تعلم، انا ما حكيت الاهل، قلت له انتم ما اكتشفتوا ابنكم من الصف الاول انه عنده صعوبات تعلم؟ قالوا لي ايه بس بالمدرسه ما كثير اهتموا، انه على اساس هو ولد كسلان، وانه خلص الانسه بتمرق له بتنجحه، والانسه طلعت اللي بتجي على البيت هي بتحل له الوظائف. فالولد مو عرفان شيء، والكارثه الاكبر انه هن راسمين له هدف انه يطلع دكتور. فهون بقى التحطيم الكامل، يعني فكثير مهم الاهل لما يعرفوا شو قدرات طريقه التعليم. في ناس تكتب الوظيفه لابنها لتريح راسها وتسهله. يعني فيه فلع، رغم قديش تطورنا في بعض الاساليب الغير صحيحه ما زالت منتشره. صح. اليوم وخاصه هلا مثلا في جروبات على الفيسبوك، الامهات مثلا صورت الورقه قالوا لي اعطوني الحل، فبتاخذ الحل دغري بس اكتبه.
بتريح حالها يمكن. صحيح. رهف، خلينا نحكي اليوم عن الشيء اللي عم بيعانوا منه الامهات مع بدايه العام الدراسي، وخاصه اللي عندهم شهادات تاسع وبكالوريا، خايفين اليوم هالسنه لانه بتعرفي في وضع استثنائي بالمدارس بسوريا كلها بكل المجالات. كيف ممكن يهيئوا الطالب دراسيا؟ هي كثير النقطه مهمه، لانه عم نشوف الطالب عم يفوت متوتر خايف في شيء جديد بالمدارس كمان عم بشوفه، وخاصة في عنده شيء ناقص. تماماً. يعني السنة الماضية راح منهم تقريبا شهرين متابعة للدراسة، ففي صار في مثل ما بنقول فجوة. فهلا هون بقى الأهالي كثير، أول شيء الدعم النفسي، ثاني شيء بدنا كثير ننتبه إنه نحن شو نقاط الضعف. يعني ابني عنده مشكلة مثلا بالعربي، طيب بس بالعربي بأي مجال بالضبط؟ مثلا عنده مشكلة بالقواعد، فأنا بركز على القواعد، بحاول شوف كيف فيني ساعده فيها، ممكن من خلال استاذ او من خلال نت، او من خلال اوقات حدا من الاقارب بيكون مثلا عنده معلومات او في عنده مثلا فهمان هي الفكره، او اوقات حدا من رفقاته. ممكن اوقات حتى الرفقات يشرحوا لبعض بطريقه، ودائما بنقول علم لتتعلم، لما الانسان بيشرح الفكره للاخر فهو بتنحفز معه. فممكن كمان هون نستفيد من هذا الموضوع. هلا لكن لازم دائما نتلافى الموضوع من البدايه، مو نجيب اخر السنه والله الانجليزي كله ما لي فهمانه، هو ابني ذكي بس ما درس. ايه بس ما درس. لا مو السبب ما درس، هلا حتى الطلاب يلي هلا مثلا عم يعيدوا البكالوريا هن بيقولوا انه احنا ما درسنا. لا هي مو السبب بس ما درسنا، قصه في عندهم فجوات، في عندهم نقاط ضعف، فلازم هلا يعرفوها قبل ما يبلشوا الدراسه، لانه اذا درسوا بنفس الطرق يعني حتى لو بس ضعفوا المجهود بس لسه عندهم هدول نقاط الضعف هيحصلوا على نفس النتيجه. حديث يمكن يطول استاذ رهف، بالحلقات القادمه اكيد رح نحكي عنه بشكل موسع اكثر، لانه احنا مع بدايه العام الدراسي مثل ما قلتي انت، هي معالجه المشكله من بدايتها احسن شيء، لانه صحيح. مع مرور الوقت بيكون فات الاوان. فاهم شيء اليوم لطلابنا في ظل الظروف الصعبه فعلا التعليم، لانه بيحدد مستقبل الاهالي والطلاب للاسف. يعطيكي العافيه ونتشكرك على وجودك معنا. شكرا لكم. نحن بنشكرك يا رهف كثير على المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وان شاء الله كل الاهالي يستفيدوا من هي النقاط، يعززوا نقاط القوه ويعالجوا السبب، ما انه يتركوا للسبب مجهول حتى يحصلوا الطلاب على نتيجه يعني هيك بيفتخروا فيها، وكمان الاهالي يفتخروا باولادهم. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا.